بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم ارزقنا الفقه في الدين، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نبدأ بإذن الله عز وجل هذا المجلس المبارك. وقبل ذلك أجيب على سؤال ورد، وهو أن القارئ ربما يقرأ بنسخة تختلف عن بعض النسخ التي بين أيديكم، قالوا كالنسخة التي وزعت لكم في بعض الألفاظ، وهذا لا يضر، فالإجازة تجبر ذلك، الإجازة في آخر الكتاب تجبر ذلك. فاختلاف بعض الكلمات في زيادة واو أو نقصان واو أو قلب تاء الخطاب إلى ياء الغيبة، هذه كلها لا تأثير لها، وكما قلنا الإجازة تجبر ما يحصل من اختلاف في الطبعات، خاصة أن اختلافات ليست جوهرية، اختلافات لا تتغير بها المعاني غالبا. نعم، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولشيوخه وللحاضرين ولوالديهم ولجميع المسلمين. آمين. بأسانيدكم إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال في صحيحه في مقدمته: فإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر طولب به، ولن يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبيلا. وإن هو ادعى فيما زعم دليلا يحتج به، قيل له: وما ذاك الدليل؟ فإن قال: قلت لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحدهم عن الآخر الحديث ولما يعاينه ولا سمع منه شيئا قط. فلما رأيت مستجاز رواية الحديث بينهما كذا على الإرسال من غير سماع، والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة يحتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راوي، فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عندي بذلك جميع ما يروي عنه بعد، فإن عزب عني معرفة ذلك أوقفت الخبر ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه. فيقال له: فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به إمكان الإرسال فيه، لزمك ألا تثبت إسنادا معننا حتى ترى فيه السماع من أوله إلى آخره. وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: فبيقين نعلم أن هشاما قد سمع من أبيه، وأن أباه قد سمع من عائشة رضي الله عنها، كما نعلم أن عائشة رضي الله عنها قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يجوز إذا لم يقل هشام في رواية يرويها عن أبي سمعت أو أخبرني أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر وأخبره بها عن أبيه ولم يسمعها هو من أبيه، لما أحب أن يرويها مرسلا أو مرسلا ولا يسندها إلى من سمعها منه. وكما يمكن ذلك في هشام عن أبيه، فهو أيضا ممكن في أبيه عن عائشة رضي الله عنها. وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض، وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا، فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الروايات فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه ثم يرسله عنه أحيانا ولا يسمي من سمع منه، وينشط أحيانا فيسمي الرجل الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال. هذا كله قد بيناه في المجلس الماضي، هذا كله قد قرئ في المجلس الماضي وبيناه. نعم. وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيض من فعل ثقات المحدثين وأئمة أهل العلم، وسنذكر من رواياتهم على الجهة التي ذكرنا عددا يستدل بها على أكثر منها إن شاء الله تعالى. فمن ذلك أن أيوب السختياني وابن المبارك ووكيع وابن نمير وجماعة غيرهم رووا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه أو لحرمه بأطيب ما أجد. فروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد وداود العطار وحميد بن الأسود ووهيب بن خالد وأبو أسامة عن هشام قال: أخبرني عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى يعني هنا المصنف رحمه الله تعالى يبين أنك وإن كنت اشترطت ثبوت اللقية ولم تكتفي بمجرد المعاصرة، زعما منك أن العنعنة هنا قد لا تكون متصلة، العنعنة هنا تكون
من باب التدليس، ويكون الراوي لم يسمع من شيخه مباشرة، قال حتى من ثبت لقاؤه قد يعنعن ويسقط واسطة. وذكر هذا المثال في حديث عائشة رضي الله عنها حين ذكرت أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم وليحله قبل أن يطوف بالبيت. والحديث رواه هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة عن خالته عائشة رضي الله عنها. ومعلوم أن هشاما كان مختصا بأبيه عروة، وروى عنه كثيرا. وعروة رحمه الله تعالى كان مختصا بخالته عائشة رضي الله تعالى عنها. ومع ذلك ثمة أحاديث من رواية عروة عن عائشة ما سمعها هشام بن عروة عن أبيه، إنما رواها عنه بواسطة أخيه عثمان بن عروة. هشام بن عروة عن أخيه عثمان عن أبيهما. يقول: ومما يدل على ذلك ما ذكر من الأمثلة هنا، فهذا الحديث رواه هشام بالعنعنة عن والده عن عائشة، إذ أنه كسل أن يذكر الواسطة لأن الراوي قد ينشط فيفصل في ذكر الواسطة، وقد يفتر فيختصر. فنشط وذكر الواسطة، رواه عن عثمان بن عروة وهو أخوه، عن أبيهما عروة، عن خالة عروة وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وهذا فيما رواه الليث وجماعة عنه، وفيما رواه ابن المبارك وجماعة عنه أسقط الواسطة فرواها عن أبيه مباشرة عن عائشة. ولو نظرت المعاصرة حاصلة بين الولد وأبيه، بين هشام وأبيه، واللقاء ثابت، بل الصحبة طويلة، والاختصاص حاصل، إذ أن هشاما قد اختص بوالده. ومع ذلك وجدنا بعض النماذج، بعض الأمثلة، وفيها أن هشاما ما سمع من أبيه هذه الأحاديث بعينها، إنما سمعها عن غير أبيه عن أبيه، عن غير أبيه عن أبيه. فالمقصود يقول: حتى لو قلت بثبوت اللقية، ثبوت اللقية وحدها لا تكفي. والجواب صحيح، لكن هذا من باب زيادة الاحتياط، وإلا مجرد ثبوت اللقية لا تكفي، بل جمع الطرق وسبرها يبين أن هذا الحديث هل فيه انقطاع أو لا. كما أنك هنا أنت سبرت الطرق وجمعتها، فوجدت من رواية ابن المبارك مثلا وصحبه عن هشام بن عروة عن أبيه بإسقاط الواسطة، ووجدت من رواية الليث وغيره عن هشام عن أبيه بإثبات الواسطة بينهما وهو عثمان بن عروة رحمه الله تعالى. إذن تلك ماذا؟ تلك خطوة من خطوات التثبت، ثم تليها خطوات أخرى. الخطوة الأولى عند البخاري ومن نحى نحوه هو ثبوت ماذا؟ ثبوت اللقية. ثم بعد ذلك هناك خطوة أخرى وهي سبر طرق الحديث الواحد، جمع تلك الطرق ودراستها لننظر هل العنعنة هنا قصد بها المعنعن الاتصال أو أنه أسقط واسطة. فهمنا؟ نعم، هذا الذي يقال، والله أعلم. نعم، صلى الله عليكم. أمين. روى هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض. فرواها بعينها مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الزهري وصالح بن أبي حسان عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. فقال يحيى بن أبي كثير في هذا الخبر في قبلة: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. وروى ابن عينة وغيره عن عمرو بن دينار عن جابر أنه قال رضي الله عنه: أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخير ونهانا عن لحوم الحمر. فرواه حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النحو في الروايات كثير يكثر، لكن هذا يختلف عن تلك. يعني هذه تحمل على تعدد الطرق، وهذا لا إشكال فيه أيضا. نعم. وهذا النحو في الروايات كثير يكثر تعداده، وفيما ذكرنا منها كفاية لذوي الفهم. فإذا كانت الليلة عند من وصفنا قوله من قبل في فساد الحديث وتوهينه، إذا لم يعلم أن الراوي قد سمع ممن روى عنه شيئا إمكان الإرسال فيه لزمه ترك الاحتياج في قياد قوله برواية من يعلم أنه قد سمع ممن روى عنه،
إلا في نفس الخبر الذي فيه ذكر السماع لما بينا من قبل عن الأئمة الذين نقلوا الأخبار أنهم كانت لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالا ولا يذكرون من سمعه منه، وتارات ينشطون فيها فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا فيخبرون بالنزول فيه إن نزلوا وبالصعود إن صعدوا كما شرحنا ذلك عنهم أو إن صعدوا. وما علمنا أحدا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسقماها مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطاني وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعده من أهل الحديث، فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد كما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبل. وإنما كان تفقد من تفقد منه سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس بالحديث وشهر به، فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنه علة التدليس، فمن ابتغى ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم من حكينا قوله فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا ولم نسمي من الأئمة. هو كذلك يعني ما يقوله صحيح رحمه الله تعالى، يعني خلاصة القول أن من عرف بالتدليس يفتش عنه، أن من عرف بالتدليس يفتش عنه ومن يعني يفتش عن عنعنته، ومن لم يعرف ذلك عنه الأصل الاتصال، وإن عنعن الأصل الاتصال، لكن من اشترط اللقاء كان عنده زيادة احتياط يعني في حق من لم يعرف عنه التدليس، في حق من لم يعرف عنه التدليس وعنعن، إن طالبوا بثبوت اللقية ولم يكتفوا بالمعاصرة هذا من باب زيادة التثبت لا من باب أنه مدلس طالما أنه عرف أنه لا يدلس أصلا. نعم صلى الله عليه وسلم. قال فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصاري وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عن حذيفة وعن أبي مسعود الأنصاري وعن كل واحد منهما حديثا يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في روايات عنهما ذكر السماع منهما، ولا حفظنا في شيء من الروايات أن عبد الله بن يزيد شافى حذيفة وأبا مسعود بحديث قط، ولا وجدنا ذكر رؤيته إياهما في رواية بعينها، ولم نسمع عن أحد من أهل العلم ممن مضى ولا ممن أدركنا أنه طعن في هذين الخبرين اللذين رواهما عبد الله بن يزيد عن حذيفة وأبي مسعود رضي الله عنه بضعف فيهما، بل هما وما أشبههما عند من لاقينا من أهل العلم بالحديث من صحاح الأسانيد وقويها يرون استعمال ما نقل بها والاحتجاج بما تت من سنن وآثار، وهي في زعم من حكينا قوله من قبل واهية مهملة حتى يصيب سماع الراوي عمن روى، ولو ذهبنا نعدد الأخبار الصحيحة عند أهل العلم ممن يهين بزعم هذا القائل ونحصيها لعجزنا عن تقصي ذكرها وإحصائها كلها، ولكن أحببنا أن نصب منها عددا يكون سمة لما سكتنا عنه منها. أيوة لكن هنا يعني الاختلاف أن عبد الله بن يزيد الأنصاري صحابي، صحابي صغير له رؤية رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ومرسل الصحابي ليس كمرسل غيره، ومرسل الصحابي على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول جماهير المحدثين والفقهاء والأصوليين أنه محمول على السماع على الاتصال. فعبد الله بن يزيد الأنصاري رحمه الله تعالى صحابي صغير، فإذا ثبتت رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أن يروي عن حذيفة وعن غيره من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، فإرسال الصحابي ليس كغيره. نعم الله أعلم. وهذا أبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ، وهو ممن أدرك الجاهلية وصحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين هلم جرا، ونقل عنهم الأخبار حتى نزل إلى مثل أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما وذويهما، قد أسند كل واحد منهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، ولم نسمع في رواية بعينها أنهما عاين أبي أو سمع منه شيئا. وأسند أبو عمرو الشيباني وهو ممن أدرك الجاهلية وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، وأبو معمر عبد الله بن سخبرة كل واحد منهما عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرين. وأسند عبيد بن عمير عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وعبيد بن عمير ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسند قيس بن أبي حازم وقد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أخبار. وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد حفظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصاحب علي رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند ربعي بن حراش عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين، وعن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وقد سمع ربعي من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وروى عنه. وأسند نافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ثلاثة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسند عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند سليمان يعني بن يسار. هذه الأمثلة كلها يريدها المصنف ليبين أن العلماء قبلوا روايات هؤلاء ولم
ولم يشترطوا حصول اللقي بينهم، لكن ثم قرائن عند أهل العلم، وكان المحدثون يتشددون في قوانين الرواية كلما بعد الزمان. أما كلما اقترب الزمان من الصدر الأول فإنهم كانوا يتساهلون لماذا؟ لقوة الضبط وقلة التدريس والكذب في الرواة، ولذلك كانوا يعني لا يشددون إلا كلما بعد الزمان ازداد الاحتياط، لأنه كلما بعد الزمان احتمال الخطأ أكبر، كلما بعد الزمان عن النبي صلى الله عليه وسلم احتمال الخطأ أكثر. لماذا؟ كلما زاد عدد الرجال زاد الاحتمال أن كل واحد منهم قد أخطأ. فالتابعي الذي ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا صحابي، احتمال الخطأ منه ومن شيخه الذي هو الصحابي أقل مما لو زاد الإسناد وصار فيه تابعي تابعي، لأنه كلما زاد راوي زاد أن يكون هذا الراوي قد أخطأ، لأن الخطأ جائز على الجميع أو لا. ولذلك هم كانوا كلما اقترب الزمان من الصدر الأول من زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن ثمة قوانين تشدد، لكن كلما كان ثم بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت حين تذكر لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله تعالى وهو من التابعين، وقد حفظ عن عمر كما يقول عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وصحب عليا رضي الله عنه زمانا وكان من أصحاب علي، وكل هذا ثابت. ثم يأتي ويروي عمن هو دون عمر ودون علي كأنس رضي الله عنه، يكون هذا من باب الأولى، يكون هذا من باب الأولى إذا أدرك عمر رضي الله عنه وهو قديم الوفاة أو لا، وصحب عليا طويلا صحبة طويلة وهو قديم الوفاة مقارنة بأنس. وعلي استشهد رضي الله عنه وأرضاه سنة كم؟ نعم، في رمضان سنة 40. إذن من باب أولى أن يدرك أنسا الذي توفي سنة 92 أو 95 على اختلاف في الأقوال، أولى يعني هذا من باب الأولى في الإدراك. نعم، وإن لم يثبت عندنا أنه لقيه في موضع معين أو ثبت عندنا اللقي، لكن إذا لقي من هو أعلى من أنس رتبة وأقدم وفاة من باب أولى أن يدرك من هو دون ذلك، والله أعلم. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث. فكل هؤلاء التابعين الذين نصرنا روايتهم عن الصحابة الذين سميناهم لم يحفظ عنهم سماع علمناه منهم في رواية بعينها، ولا أنهم لقوهم في نفس خبر بعينه، وهي أسانيد عند ذوي المعرفة بالأخبار والروايات من صحاح الأسانيد، لا نعلمه مهن منها شيئا قط، ولا التمسوا فيها سماع بعضهم من بعض، إذ السماع لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غير مستنكر، لكونهم جميعا كانوا في العصر الذي اتفقوا فيه. وكان هذا القول الذي أحدثه القائل الذي حكيناه في توهين الحديث بالعلة التي وصف أقل من أن يعرج عليه ويثار ذكره، إذ كان قولا محدثا وكلاما خلفا لم يقل أحد من أهل العلم سلف ويستنكره من بعدهم خلف، فلا حاجة بنا في رده بأكثر مما شرحنا، إذ كان قدر المقالة وقائلها القدر الذي وصفناه، والله المستعان على نفي ما خالف مذهب العلماء وعليه التكلان. نعم، وبها إليه. قال رحمه الله تعالى: هكذا نكون قد انتهينا من المقدمة، هكذا نكون قد انتهينا من مقدمة مسلم رحمه الله تعالى، وندخل بإذن الله عز وجل في صلب الكتاب. نعم، كتاب الإيمان. وبها إليه. قال نعم، الأبواب والكتب بشيخنا ولا؟ نعم، قال أبو الحسين، أحسن الله إليكم، قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله القشيري رحمه الله تعالى: بأسانيدكم إليه بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي، وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال: حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حا، وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر أنه قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفت أنا وصاحبي أحدنا عن يميني والآخر عن شمالي، فظننت أن صاحبي سيكيل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم،
وذكر من شأنهم أنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فأعجبنا له ويسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن مارتها. قال: أن تجد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مريا ثم قال لي: يا عمر وتدري من السائل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نعم. صدر المصنف رحمه الله تعالى كتاب الإيمان بهذا الحديث ليبين فيه الإسلام والإيمان والإحسان، وذكر فيه حديث جبريل صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة لم يكن قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مثلها، جاءه في هيئة رجل، حتى استنكر الصحابة هيئته لأن أهل المدينة كلهم معروفون، فإن كان من أهل البلد الناس يعرفونه، فمن حاله أنه لا يعرفه أحد، وبالتالي هو ليس من أهل المدينة، هو غريب، فإن كان غريبا كانت آثار السفر ظاهرة عليه، لأن المسافر إذا قدم في ذاك الزمان يقدم وهو أشعث أغبر، يقدم وهو أشعث أغبر لطول السفر. وهذا الرجل ليست عليه أمارات السفر ولا علاماتها، لم يكن أشعث ولا أغبر ولا متسخ الثياب، بل كان نظيف الثياب أبيض الثياب أسود الشعر، هذا يدل على أنه ليس بمسافر بل هو من أهل البلد، فإن كان كذلك لعرفه الناس، والناس لا يعرفونه، ولذلك استغرب الناس من هيئته، دخل عليه وهو أبيض الثياب أسود الشعر ومع ذلك لا يعرفه أحد. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه، يعني أسند ركبتيه بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر أهل العلم أن جلسته كانت كجلسة المصلي في تشهده، فكأنه يعلمهم كيفية الجلوس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بإجلال واحترام كما ذكر بعض الشراح ذلك. قال: ووضع كفيه على فخذيه. اختلفوا في هذه الصفة، هل المقصود أنه وضع كفيه على فخذي نفسه وهذا قول لبعض أهل العلم أنه جلس كجلوس الرجل في التشهد حيث يضع كفيه على فخذيه، وقالوا بل وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم إظهارا للاهتمام بما سيسأل، يعني وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم مبالغة في إظهار الاهتمام بما سيسأل. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر، وموضع الشاهد ما هو؟ قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، إلى أن قال: وبالقدر. والسبب في ذلك أن القدرية حين ظهرت وكان أول ظهورها في البصرة، والبصرة كما تعلمون كانت معروفة بالقدر، قل أن يخلو بصري من القول بالقدر، كما أنه قل أن يخلو كوفي من التشيع، إذ أن الكوفة كانت عرفت بالتشيع بعد زمان علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والبصرة عرفت بالقول بالقدر، ولذلك قل أن تجد بصري إلا ورمي بالقدر. فلما جاء هذان التابعيان للحج فأدرك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو داخل المسجد فاكتنفاه، يعني صار على جنبيه، أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، فقال: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا يعني في بلدنا في البصرة يتقفرون العلم، يعني يطلبون العلم ويبذلون الجهد في تحصيله، إذن هم طلاب علم،
وذكر من شأنهم يعني من صلاحهم وتقاهم ومن كثرة الصلاة والزكاة والصيام والصدقة، يعني أناس فيهم صلاح، فيهم حرص على طلب العلم، يطلبون العلم، وفيهم حرص على العبادة، لكنهم يقولون أن لا قدر، يعني أن الله لم يقدر شيئا، أن الله لم يقدر شيئا، وأن الأمر أنف، يعني أن كل ما يحدث في الوجود هو أمر مستأنف جديد لا يعلمه الله عز وجل، تعالى الله وجل عما يقولون، لا يعلم الله ذلك إلا بعد وقوعه، إلا بعد وقوعه، يعني على زعمهم، على زعمهم، يعني على زعمهم الفاسد أن الله ما علم بجلوسنا في هذا المسجد إلا بعد أن جلسنا وما قدر شيئا. ولماذا قالوا ذلك؟ زعموا لنفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى في مقابلة الجبرية، ذلك لأن القدرية على قسمين، جبرية ونفاة، وهذا قول النفاة. الجبرية هم الذين يقولون أن الإنسان مسير لا مخير، وأنه ليس له من الأمر شيء، بل هو مجبور على ما يفعل. وزعموا أن الكافر لا ذنب له في كفره، بل الله أجبره، تعالى الله وجل، على كفره، والطائع لا فضل له في طاعته لأنه مجبور على الطاعة. وعلى هذا الزعم زعموا أن فرعون حين قال أنا ربكم الأعلى لا ذنب له، هو كان مجبور على ذلك، وأن أبا جهل لما كفر كان مجبورا على كفره، وأن أبا بكر حين أسلم لم يكن له فضل في إسلامه لأنه مجبور على إسلامه، زعموا. هذا قول من؟ الجبرية. في المقابل ظهر هؤلاء النفاة من القدرية الذين ينفون عن الله عز وجل القدر، قالوا لا، الله عز وجل ما قدر شيئا، ولا قدر على فرعون الكفر حتى كفر هو بذاته، ولا قدر على أبي جهل الكفر حتى كفر بذاته، ولا قدر على أبي بكر أن يسلم، وما علم أن أبا بكر يسلم حتى أسلم، وما علم أن عمر يسلم حتى أسلم، وهذا كلا القولين فاسد. وسنبين بإذن الله عز وجل، الأخ يشير أن الوقت انتهى، نبين ذلك بإذن الله عز وجل في الدرس الذي يليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Thank you.